السلام عليكم ومرحبا بكم وقبل ما نبداو ديما اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام مشاهدي الاوفياء مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن صحه وفي احسن الاحوال ودائما شكرا لكم على المتابعه على البارطاج على اللايكات وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخلو في قناتي وغادي نبداو خوتي وخواتاتي بهاد لا فيديو اللي اكيد غادي يعجبكم واللي كيتعلق بابطال مسلسل المكتوب واللي مازال ما كيعرفش فاش زايدين الاعمار ديالهم فاليوم اخوتي تيبقاو معنا وغادي تعرفوا كل واحد وشحال في العمر ديالو غادي نبداو بالبطلة الاولى اللي هي الفنانه سلوى زهران سلوى زهران اللي كتمثل دور سالمة بنت المعطاوي الفتاه اللي ديما كئيبه وديما حزينه وتا حاجه ما عزيزه على العائله ولكن للاسف مدمره نفسيا سلوى زهران كتبلغ من العمر خمسة وعشرون سنة وغادي ندوزو لشخصية ميلود واللي هو الفنان جسدها الفنان ربيع القاضي ربيع القاضي كيبلغ من العمر ستة وأربعون سنة هات الشخصية الوافدة على مسلسل المكتوب واللي جابتها الباتول كتلعب فيها كيف ما بغات لغرض في نفسها ميلود غادي يعرف متأخر أن الباتول فقط جابته مجرد طعم للشيخة حليمة وغادي يبغي ينتقم منها غندوزو للشيخه حليمه واللي جسدتها دنيا بوتازوت دنيا بوتازوت تبلغ من العمر 41 سنه دنيا بوتازوت في هذا الجزء الثاني لموسم المكتوب غادي تنكسر وغادي تحطم لان كل شيء غادي يوقف ضدها وما غتلقاش على من تحط الراس وغتندم على النهار الكحل اللي حطات فيه رجليها في الفيلا اما مريم الزعيمي فتبلغ من العمر 39 سنه مريم الزعيمي اللي كتجزت لنا شخصيه الباتول الشخصيه ديال اللفعه اللي خاصها غير فين تكب السم ديالها فعلا الباتول غادي تحقق الغرض ديالها وغادي تنتقم من الشيخه حليمه ولكن حتى هي القادر غادي ينتقم منها لان الصراحه حتى واحد ما غيقدر على التشيطانات ديال الباتول وغادي ندوزو الشخص الفنان ديالنا رفيق بوبكر رفيق بوبكر اللي كيبلغ من العمر خمسون سنه واللي كيجسد شخصيه دريس واللي نقدروا نقولوا هو البغادروا ديال الباتول وهو اللي جمع ليها كاع المعلومات واي حاجه اي سيرفيس بغاتو يخدموا كيخدموا ليها واخا ضد الشيخه حليمه لكن في اخر الحلقات المسلسل رفيق بوكر غادي يهز يدو على الباتول يقول لها انا ما لعبش معاك اديوس أميغوست اما جميلة الجميلات هند ندى هداوي واللي كتجسد لنا الدور نسيمة واللي كتبلغ من العمر اربعة وعشرون سنة نسيمة دائما في هذا المسلسل خدات دور الفتاة المحطمة الفتاة المكسرة الفتاة اللي كتبغي تدمر راسها واللي بيها بها أه لحقاش ما قدرش حقق الحب أه ديالها ونسات بان الدنيا ما عند حب أه من طرف واحد يعني الدنيا راه زوينة وباقي فيها ما و وعندها ألف واحد يتمناها و ألف واحد تبني مع حياتها وتعيش حياتها بالطريقة زوينة ولكن للأسف ما عندهاش الأم اللي غتوريها وما عندهاش الاب اللي غيوريها الطريق ديالها فلهذا كنلقاو نسيمه منذ بدايه المسلسل حتى الاخر وهي غير كتخبط مع راسها وهي غير مضاربه مع راسها كتعذب راسها وكتعذب اللي دايرين بها فقط من اجل الانتقام لانها ما أن تنسى ان باها مات بسبب هند المهدي اما انس الحمدوشي واللي كيبلغ من العمر 24 سنه انس الحمدوشي اللي كيمثل شخصيه المهدي واللي منذ بدايه المسلسل وهنا كنشوفوا فقط تابع غير ناسمة في حين انه هو ما تيبغيش نسيمة هو مازال كيبغي هند وعزيز عليه هند وما عمره ما غينساها ولكن بحكم العلاقه المتوتره بيناتهم خلاته انه بحكم انه كيشوف بنت عمته كتضيع منه فقدر يسمح في هند. وباش يرجع نسيمه ولكن للاسف ما شد لا هند خاصه ان الباتول والميل ان العلاقه غادي ما بين المهدي وهند فغادي تجبد ليه الماضي واول حاجه غتهرسو غتقوليه راه ولد ولد هند ماشي ولدها وهذا راه فقط غير على قبل الفلوس باش تاخذ الثروه ديال العم ديالك يعني. اللي لو ما كانش عمر المعطاوي كانت الثروه كلها غدوز يعني غتمشي بحكم انه عمه وبحكم انه الذكر والذكر يعني غيورث معاهم أما الفنانة سكينة درابيل فهي تبلغ من العمر 32 سنة سكينة درابيل اللي كتمثل شخصية أخت المعطاوي واللي كتحماق وكتسطى على عمر الصغير آه سكينة غادي تسمع الشيخة حليمة وهين كيقولوا كي بأن الولد راه ماشي ولدهم وفقط مربينهم ولكن غادي تسكت وما غادي تقول تشي حاجة بحكم أنها بغات الدري وتعلقات به لكن غتصبر تتعيأ وفي الأخر ما غاديش تدير و... وأول صدام هو نهار غادي تبغي هند وحليمه يخرجوا من الفيلا ويبغيو يدو معاهم الورد تما غتوقف ليهم وغتقول لهم يا انا يا الولد ولا غادي نفضحكم وغتولي حتى هي العدوه اللدوده للشيخه حليمه نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم ودائما ما تنساوناش من لايك ومن سبسكرايب واللي بغيت تشارك